الختام، يسرني الآن أن أدعو السيدة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC إلى مخاطبة المؤتمر ببعض الملاحظات الختامية. السيدة والي لك الكلمة. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, سيداتي وسادتي، نهنئكم على اختتام الدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. مبروك. لقد كانت هذه الدورة دورة استثنائية نظرا للظروف المحيطة بها ونظرا لما تأتي به من وعود. فهذه الدورة شارك فيها 150 بلدا اجتمعت بشكل افتراضي ووجاهي، وكان فيها أكثر من 2100 مشارك للتأكيد على أن مكافحة الفساد مسألة مهمة للغاية، خاصة في ضوء الظروف الراهنة. بغية إيجاد سبل للتصدي لهذا الكفاح معا. توصلنا إلى 8 مقررات لتيسير الجهود الدولية لمكافحة الفساد في السنوات القادمة. إعلان شرم الشيخ لمكافحة الفساد في أزمنة الأزمة سوف يساعدنا على الاسترداد من هذه الآفة واستعداد بلدان لحالات طارئة في المستقبل. وهناك قرارات أخرى عنيت باسترداد الموجودات والملكية النفعية والتعاون الإقليمي والدولي والتربية والتعليم والتزامات أخرى للدورة الاستثنائية. كما اعتمدنا قرارين، منها تحديد الدولة المضيفة للمؤتمر أو للدورة العاشرة، ونشكر الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تحملت تلك المسؤولية، ونشكر كافة الوفود لأنهم أكدوا على رغبتهم في العمل سويا وتأكيدهم على ذلك الأمر. فقد كان هناك ساهمت 520 ممثلا من المجتمع المدني، وقد أثروا أعمال هذا المؤتمر، وكذلك الكثير من القطاع العام والأوساط الأكاديمية وأطراف أخرى سوف يظلوا معنا جزء شركاء في النزاهة والمساءلة. عقدت 70 حدثا على الهامش، وتحدثت أطراف عن دور المرأة ونزاهة المرأة القائدة والتحديات والمؤسسات أساسية والتحديات والفرص في مكافحة الفساد. ونحن نغادر شرم الشيخ، أشعر بأنني فخورة جدا وأنا أغادر هذه المدينة الجميلة. أنا فخورة بالشباب الذين يقفون مع النزاهة والذين انضموا إلينا في هذه الدورة ليؤدي دورهم وليرفعوا أصواتهم عاليا. إن الشباب حددوا مسيرة هذا العمل ونبرته حتى قبل أن يبدأ هذا المؤتمر، فقد انعقدت منصة الشباب أو منتدى الشباب قبل الدورة الخاصة والاستثنائية الجمعية العامة، وكذلك مسابقة كودينج فور انتجريتي هاكاثون، وقد شع نورهم على مدى هذا الأسبوع. فهناك 5 أفريقيا من أفريقيا فازوا في تلك المسابقة الهاكاثون. أود أن أقول لهم، أنتم وجميع الشباب في هذا المؤتمر ألهمتموني أنكم سوف تقودون الطريق أمامنا وتضيئنا الشمعة. أنا كذلك فخورة بزملائي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، فإنهم يساعدون كل البلدان من خلال جلوب وستار وغريس وغيرها من المبادرات التي أطلقت أو تم الحديث عنها في هذا المؤتمر، وكذلك منتشرات أشارت إلى أبعاد مهمة لمكافحة الفساد مثل الجندرة والرعاية الصحية والجائحة والرياضة وغير ذلك. أنا أتوقع أن نستمر وأن نظل نحن أوصياء لهذه الاتفاقية. أنا كمصرية أشعر بالفخر والعزة لأرحب لأنني رحبت بكم في هذه المدينة الخلابة شرم الشيخ، وأن نتحد جبهة واحدة ضد الفساد بالرغم من تحديات الآفة وبالرغم من كل الأوليات الأخرى على الأجندة الدولية. إن التزامكم بهذا المؤتمر يمثل إقرارا بأهمية مكافحة الفساد، وهذا لا بد أن يكون جزءا لا يتجزأ من جهودنا للتصدي للتحديات التي تواجه عالمنا الآن، متغير المناخ إلى الإرهاب إلى النزاع. وقبل الاختتام أود أن
لكي أهنئ رئيس المؤتمر السيد حسن عبد الشافي وباقي أعضاء المكتب في هذه الدورة. لقد حافظتم على روح فيينا، أنرتموها وأبقيتموها معا لتضيء طريقنا في المستقبل، وتوصلنا إلى توافق في الآراء. شكرا لكم. كذلك أود أن أعرب عن شكرنا الجزيل لحكومة مصر على استضافتها لهذا المؤتمر، لأنها كانت شريكة نموذجية لمنظمتنا في تنظيم هذا المؤتمر. فإن تنظيم هذا المؤتمر شارك فيه المكتب وكذلك الموظفون في فيينا، وقاموا بهذا الأمر بكل احترافية، وأشكرهم على كل أعمالهم. وأخيرا ليس آخرا، أود أن أشكر كل واحد من المشاركين في لمساهمته في هذا المؤتمر أثناء هذا الأسبوع، لمن كانوا معنا افتراضيا وكانوا معنا وجهة في شرم الشيخ. أصحاب السعادة، إن شعار الدورة التاسعة لمؤتمر الدول هي الآلهة ماد، وهي كانت آلهة الصدق والحق والعدالة والنظام في مصر القديمة، وهي جزء من ثقافتي، من إرثي، وأنا فخورة بأنها كانت هي الشعار التي ترأست هذه الدورة الناجحة. إن عام 2021 يختتم أعماله مع كل التحديات ومع كل الالتزامات المهمة لمكافحة الفساد. دعونا نتوقع ونتفق على أن السنة القادمة سوف تكون سنة ترجمة الأقوال بالأفعال من الدورة الاستثنائية إلى شرم الشيخ. دعونا نحافظ على وعودنا للشباب وأن نشرك الجميع. أتمنى لكم رحلة موفقة إلى دياركم، وأتمنى لكم نهاية سنة موفقة. شكرا جزيلا لإصغائكم. شكرا للسيدة والي على هذه الكلمة.